منو قال لك؟ منو قال لك؟ انت منو قال لك ان الشيعه تقول؟ اعطيني اعطيني مجال يا شيخنا الدمشقيه، اعطيني مجال، اعطيني عقل براسي. شوف والله العظيم يا دمشقيه، اذا تكونين عادله والله اتكلم وياك بادب، بس انت مو عادل يا، خلينا اتكلم. منو قال لك ان الشيعه تقول ان المهدي سلام الله عليه بالسرداب؟ انت ماذا تقول في عمر الذي كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقولون ما لقي الشيطان عمر منذ اسلم الا خر ساجدا لوجهه؟ يعني عمر ليش يسجد له الشيطان؟ فسر له هذا الحديث رحمه يا دمشقيه، فسري له هذا الحديث. وين الحديث؟ والله ما اعرف الحديث هذا، ما والله موجود بمسند احمد بن حنبل وموجود بسنن الترمذي ان عمر ما... خلنا نقرا لك يا... انا الحديث اسمع. نعم 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 الحديث اللي أعرفه. نعم. ما سلكت فرجاً إلا سلك الشيطان وفجر. طيب هذا هو الحديث يعني. يوجد حديث ثاني بهذا المعنى قريب إليك. نعم. طيب. لا لا لا. يا دمشقية بس فهمي، بس فهمي، فهمي. فهمي. أفهم علي. على كل حال. نعم. على كل حال الاتفاق. شوف شوف أنا الآن بالسيارة. أنت بالسيارة؟ بالسيارة. يعني نعم. لا نعم. أستطيع كلمة. طيب. حاطيت رقم تليفون. نعم. قلت ياسر الحبيب يكلمني ويناظرني يا ميت اهلا وسهلا، ومش بس هيك ونعمل له شاشه كبيره بلازما، شاشه كبيره بلازما بحيث انت الان بالسياره. شوف يا دمشق، شوف يا دمشقية، اخاف عليك، اخاف عليك تنسحقين. على كل حال ترجع للبيت واتصل بيش على راحتنا ان شاء الله. خير ان شاء الله. ان شاء الله في امان الله اختي، في امان الله. في امان الله. حياك الله. يرغب هذا الوالد من بداية الاتصال النهاية أخاطبه بالمؤنث ولا يحس، لأنه غبي، لأنه شنو؟ غبي ناصبي. ألو السلام عليكم. ولا سلام عليك، أنا أقول لك سؤال، سؤال واحد، سؤال واحد سؤال واحد يا مابون، ليش محمد ليش محمد الحربي يرفع تليفونك؟ شكرا لدعوتنا. معنا في احد معنا على الخال، ابو عمرو، تفضل يا ابو عمرو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. انا ادعوك على الهواء مباشره. اسمح لي ما تدعوني ولا شيء، انت دعوتني الى، اسمح لي، انت دعوتني الى مناظره، انت اذا بدك سؤال تفضل، تدعوني لمناظره. نعم. سالتني واجبتك. اسمح لي انت رجل قليل الادب، وانت تسب عمر وتطعن فيه وتقول انه ابن زنا، فلا كلام معك. ارسل واحد، خلي 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 صاحبك يتوسط، هناك وسائط بيني وبينكم عن طريق البالتوك، هناك غرفة خاصة بي، إذا أردتم التنسيق تفضلوا. أما مع واحد ساقط يسيء إلى رموزنا لن نقبل التحاور معه. أنت الأخ ثائر الدراجي، أهلا وسهلا. هذا لا يحبه الوهابية، تفضل أخ ثائر. حياكم الله سماحة الشيخ.